في مدينة سمرقند وفي جوف الليل. خرج ذلك الفارس قاصدا الغابة، كان يسير وهو ينظر إلى المدينة متفكرا كيف استولى المسلمون على هذه المدينة الوادعة. وصل الغابة أخيرا، عقد رباط خيله وسار بحماس شديد نحو المهمة الموكلة إليه، لكنه كان خائفا، فالأصوات التي يسمعها تنذر بخطر قادم من الحيوانات المفترسة. وعندما وصل المغارة خالطته الهيبة، فهذه المغارة ليست سوى معبد مقدس وفيه الكثير من العجائب والأسرار، ولا يدخله إلا الكهنة العظماء، لذلك يختبئ في هذه الغابة كي لا يعرف سره أحد. ثم خرج حارس المعبد فسمح له بالدخول، كان يدرك أنه بلغ مكانة عظيمة للوقوف في هذا الموضع، فهذا المكان تحكمه الآلهة والكاهن الأعظم، هو الحاكم الحقيقي لسمرقند لأنه يحكم بأمر الآلهة. ووصل أخيرا حيث الكاهن الأعظم وشعر بفخر شديد، فهذا الرجل لا يقف أمامه سوى النخبة وأصحاب النفوذ، وبدأ الكاهن بالحديث: هل تذكر حضارة سمرقند وأمجادها؟ لقد ضاع كله عندما دخلها هؤلاء المسلمون الذين هبطوا علينا كالمرض والبلاء، ولم يخيرونا كما فعلوا بالبلاد التي دخلوها بين الإسلام والجزية والحرب، لذلك اخترتك لشجاعتك لتذهب عند ملكهم إلى دمشق، فقد عرف عنه العدل، وتشكو له ما فعل قائده بالمدينة. وانطلق صاحبنا إلى دمشق، ومرت الأيام والشهور وهو على حصانه ليصل أخيرا إليها، وهو الآن سيقابل الحاكم الذي هزم كسرى وقيصر. وزاد إعجابه بهذا الحاكم وعظم المسلمين مما رآه في بلادهم من عظيم أخلاقهم، وبدأ يفكر كيف سيقابل ملكا حكم الأرض وله هيبته، وكيف سيدخل عليه وهو الغريب الذي لا يملك سلطانا ولا جاها ومرسل من مجموعة من الكهنة. وسار في الطرقات وقد أصابته الدهشة مما رآه من القصور في دمشق، فكلما مر على قصر ظنه قصر الخليفة، وتوقف أخيرا عند قصر كبير، فقال في نفسه: لابد أنه قصر الخليفة. واستغرب من وجود هذا العدد الكبير من الناس، فالباب مفتوح والبعض يغتسل من النوافير التي تتوسطه، وسأل أحدهم: أهذا هو قصر الخليفة؟ فضحك الرجل وقال: هذا مسجد، وهذا هو المكان الذي نعبد الله تعالى فيه. وراح يفكر كيف يكون هذا مكان عبادتهم مفتوح للجميع، في حين يختبئ معبدهم خلف الغابة عن أعين الناس. وبدأ الرجل يحدثه عن عظمة الدين الإسلامي، وكيف أن الناس سواسية، والله وحده هو المتفرد بالعبادة، وظل يحدثه حتى انشرح صدره للإسلام، وأدرك أنه أمام دين عظيم، وأن تلك التماثيل الصماء التي يعبدها لا تنفع ولا تضر، فنطق الشهادة وأسلم فارس سمرقند. لكن ورغم إسلامه كان عليه إكمال مهمته التي جاء من أجلها ليرفع الظلم عن أهل سمرقند، فقال للرجل: دلني على قصر الخليفة. وسار فارس سمرقند خلف الرجل حتى توقفا عند دار صغيرة، وفيها رجل يرمم حائط بيته بالطين، فقال الرجل: هذه دار الخليفة. فرد الفارس: أتسخر مني وتكذب علي؟ فقال الرجل: والله ما سخرت منك ولا كذبت عليك، فهذا هو الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. فزاد إعجاب الفارس بهذا الخليفة الذي يحكم الأرض، فتوجه عند الخليفة وقال له: يا أمير المؤمنين،
أتيتك من سمرقند بمظلمة من أهلها بما فعله قائدك قتيبة بن مسلم، وقص عليه القصة كاملة. فرد الخليفة: انتظر قليلا وما هي إلا لحظات حتى استدعاه. ثم قال: خذ كتابي هذا إلى عامل سمرقند واحرص على ألا يفتحه أحد غيره. وانطلق الفارس يسابق الريح إلى سمرقند حتى وصل الغابة من جديد، ووقف عند الكاهن وراح يحدثه بما دار بينه وبين أمير المؤمنين. فتهللت أسارير الكاهن قائلا: لقد جاء الفرج. وفي طريق عودته سار بين الأصنام وتمنى لو أن أهل سمرقند يدخلون في دين الله الواحد ويحطموا تلك التماثيل الصماء التي لا تنفع ولا تضر. وفي اليوم التالي كان عامل سمرقند يقرأ الرسالة، وكان نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نصب قاضيا يحتكم إليه كهنة سمرقند، وكن أنت خصمهم نيابة عن قتيبة بن مسلم إلا إذا رأى القاضي غير ذلك. استدعى عامل سمرقند القاضي جميح بن حاضر الباجي الذي حدد موعدا للمحاكمة، وأرسل الفارس لإبلاغ الكهنة بالموعد. وفي اليوم المحدد تجمع الناس من كل حدب وصوب، مسلمين وغيرهم، استعدادا لهذه المحاكمة الفريدة. عندما وصل الخبر إلى قتيبة بن مسلم قرر الحضور بنفسه ممتثلا لأمر الخليفة، وحضر الكهنة من مخبئهم في الغابة. لكن الكاهن كان خائفا من أن يحكم القاضي لأبناء جلدته، وتوجهت الأنظار نحو باب المسجد بانتظار قدوم القاضي. وحضر القاضي وبدأت المحاكمة بحضور الجميع، وجلس قتيبة بن مسلم أمام القاضي وكذلك كبير الكهنة. فسأل القاضي الكاهن: ما هي شكايتك؟ فقال الكاهن: لقد دخل قتيبة بن مسلم إلى سمرقند دون أن ينذرنا أو يخيرنا ما بين الدخول في الإسلام أو الجزية أو الحرب. ثم سأل القاضي قتيبة بن مسلم: ما هي حجتك؟ فرد قتيبة: يا سيدي القاضي، لقد فعلت ما فعلت لأحفظ دماء المسلمين، فالحرب خدعة، وما باغتهم إلا تجنبا لإراقة الدماء. ونطق القاضي بحكمه العجيب: يتعين على جيش المسلمين مغادرة سمرقند وإنذار أهلها من جديد. وانتهت المحكمة وقد أصاب الكاهن الذهول، فأي عدل هذا؟ وأي قائد فتح مشارق الأرض ومغاربها ينصاع لمثل هذا الأمر؟ وبدأ نور الإسلام يتسلل إلى قلبه مرددا أمام الجميع الشهادتين، وتبعه الكهنة، واهتز المسجد من تكبيرات المسلمين. فسمرقند الآن كلها ستدخل في الإسلام. وبدأ القائد بالانسحاب هو وجيشه من المدينة، لكن الكاهن أرسل له يطلب منه البقاء، فالجميع قد صار إخوة في دين الله.